يقال أن الموسيقى غذاء الروح، وفي حالة السوريين المهجرين فهي أكثر من ذلك. عبر تلك الألحان والأغاني التراثية يستذكر السوري أن له موطن اسمه سوريا، يفرح ويحزن، يضحك ويبكي كلما عزف العازف على أوتار عوده ليحرك قلوب هؤلاء المهجرين. بالنسبة لنا بالغربة لما عم يكون في فعاليات ثقافية العلاقة بالغناء أو المسرح أو الندوات والحوار عم تكون شيء جيد وشيء سلبي. يعني جيد أنه أنت عم تلتقي بعالم هن موجودين بنفس المدينة بس ما دايما بتعرفي هن موجودين، بتسمعي عن ناس تانية، بتسمعي عن قصص تانية، وبتعرف أنه أنت مالك لحالك بالغربة. بس من ناحية تانية كمان بتجيش المشاعر، بتخليك ترجعي تحسي أنه أنت بعيدة. فعالية هدفها تقول أنه نحن صحيح ما بنقدر نفهم كتير على بعض باللغة، لكن أكيد بنقدر نفهم على بعض بالموسيقى. نحن ممكن يكون عندنا كتير مشاكل بالحياة اليومية، بس أكيد بنقدر نوصل بالفن لمحل تتوحد فيه أرواحنا. نحن هذه الرسالة عم نقول إنه نحن بنقدر نعمل شيء مشترك يطلع جميل ويوصل للكل. الموسيقى الشرقية هو عنوان الحفل الذي أقامه مجموعة من شبان سوريين وأتراك في مدينة غازي عنتاب، وبرعاية منظمة IMC ومنظمة الدار. تضمن الحفل أغاني تراثية سورية وتركية إضافة لأغاني ثورية جعلت بعضا من الحضور يبكي والبعض الآخر يرقص. تعرفنا العام الماضي على هؤلاء الشباب السوريين في مدينة أنطاكيا التركية، وبعد إجراء حديث مطول أصبحوا أصدقائنا. تم الترتيب لهذه الحفلة وقبلها حفلة في إسطنبول. نحن سعيدين جدا بالعمل مع وسيم وأصدقائه. وسيم، بطبيعة الحال كل حدا من الموسيقيين هو عازف منفرد أو إله أعماله الخاصة، يعني هو عم يوصل رسالته بشكل خاص يعني. بينما الشغل مع جروب هي يعني تثبت انه الموسيقى هي لغه الجميع، يعني ما في فروق بين التركيين والسوريين. ليست ايام بل اعوام ثقال وصل خلالها السوريون الى بلدان لجوء لم تكن لتخطر على بالهم يوما ما، يحاولون مواساة انفسهم ونسيان همومهم بشيء من الفن والموسيقى بين حين وآخر. تاليا قدسي لأورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.